تركوا الخيرات بفلسطين، تركوا الزيتون، البساتين، البرتقان، البساتين اللي هن عندهم. يا توتة الدار صبرك عالزمان انجار، لابد ما نعود مهما طول المشوار. يا ضيابة يا ضيابة يا ضيابة. مريم نمر محمود من قرية الصفصاف قضاء صفد، مواليد 1948، طبعاً طلعت عمري أشهر. إحنا ما بدنا نطلع من وطننا، بس صار في قصف من البريطانيين لحتى طلعوا أهلنا من البلاد، طبعاً تحت رصاص. أهل خافوا، فإجوا قالوا لهم اطلعوا ساعة ساعتين بروق الضرب بترجعوا على بيتكم. فأهلي طلعوا صغير وكبير، وهاي حافين ما لابسين بإجريهم شي، تركوا تيابهم كل شي. طلعنا مشينا يومين وإحنا نمشي بالاضطراب وعطش وحافيين، وصلنا على منطقة قعدنا فيها نرتاح. مشينا شي يوم ونص، قعدنا على أساس إنه يروق الحرب والضرب والإقواس ونرجع على بلدنا. لما ما رجعنا كفينا المشوار وصلنا على حدود لبنان. يما يا كرم زيتون حدنا، نروح نقطف الزيتون، تقطف بمي تعزر الزيتون. كان الغنم البقر خيرات فلسطين، هذا بيكفي. وان شاء الله انه بنرجع لخيراتنا. قل يا دودة الدار صبرك عالزمان انجار، لابد ما نعود مهما طول المشوار. يابا 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 يا دودة الدار حلفتك برب البيت، لابد ما نعود مهما طول المشوار. يابا يابا صغار متمسكين بقضية الفلسطين، يعني أولادنا أحفادنا هل ينسوا فلسطين؟ ما بنسوها.